يا فندم، النهارده الرئيس امر بتشكيل مجموعتين، في مجموعه من الشباب هتبقى متصله بيه هو شخصيا عشان يبقى في اتصال بينه وبين هذه المجموعه، المجموعه الثانيه مشكله بايضا مجموعه من الشباب لمتابعه والاتصال والتنسيق والرقابه كمان على الاداء الحكومي. باعتبار حضرتك وزير في الحكومه، شايف المجموعه دي ازاي وهيبقى ليها؟ عايز احط النقطه نتيجه، هو قال تحفيز بجد ما قالش رقابه، انما المجموعه المتميزه كانت مقدمه رؤيه للواقع اللي احنا عايشينه وكيفيه التحرك ل ماذا نريد يعني، وحددوا الاراده في ان عايزين مجتمع في احساس المواطن بالعدل، عايزين ما نسميه تنمية وليس نمو، يعني يشعر المواطن في كل ربوع مصر بثمار هذه التنمية. صحيح. بالإضافة إلى التخطيط الجيد والرؤية المشتركة والتنسيق. المجموعة دي كانت موجودة مع الرقابة الإدارية أو يعني جزء من إعدادها كان في الرقابة الإدارية، فنظرا لان التصور اللي حاطينه تصور الحق يقال متميز، ولكن سياده الرئيس حس انه يعني مثلا بدون ما اطول على حضرتك بتكلموا على كيفيه التنسيق ما بين المحافظات والوزارات، وعنصر الربط ده مديريه زي مديريه التموين او مديريه الزراعه او كذا. طبعا انت تعلم جيدا ان هذه من معضله من معضلات اللي هي التوجه ناحيه اللامركزيه طبعا، والاتزان ما بين سلطه الحكومه المركزيه اللي طول عمرنا عشنا فيها مع التفويضات او الصلاحيات اللي موجوده. فلما هم عرضوا حاجه زي كده قال لهم انا سعيد، بس عايز لما حد منكم ينزل بقى المديريه يبقى يشوف ما معناه يعني كيفيه تطبيق مثل هذه الرؤيه في هذا الموقف. قال لهم طب انتوا مقنعين ومتميزين، ايه رايكم تشكلوا مجموعه وتبقوا محفزين. كلمه تحفيز اللي هي بنسميه ايجنت اوف تشينج او مصدر للتغيير. صحيح. فيبقى هو طالما يعلم ويرى ويستطيع وعنده من القدرات الطاقات يعني ان هو يحفز غيره، وبالتالي قال نبقى موجود مجموعات على مستوى كل وزاره ووحده اداريه بحيث يبقى في لينك تمام بينهم، ومن هنا نفعل دون انهم نخبطهم في الدولاب البيروقراطي. أيوة. العنيف. هو ليه مميزات وليه عيوب، بس لما حد جديد بيدخل قد يصطدم، بيخبط في العنيف الاول وتغير، بيخبط في العنيف، انما لو اصطدموا فكان هو يعني فكره متميزه جدا بحيث يبقوا صحيح. مجموعه ليدرز قاده للتغيير. طب خد بالك مع الوزير دكتور مصلحي، النهارده الرئيس حتى في الكلام وانا بتابع الجلسه الصباحيه النهارده يمكن رمى الكره شويه والقى المسؤوليه على كل وزير في حكومته، مش عارف حضرتك لقط الاشاره ولا لا، لما قال ان انا نفسي ان الوزير لما يجي يمسك الوزاره هو اكيد متابع الاداء الوزاره، سواء هو طالع من دولاب الوزاره او حتى جاي عليها، عنده رؤيه وعنده فكره عن مشكلاتها وعدت عن بيروقراطياتها وعن كذا، فلما يجي يبقى صانع قرار وصاحب مسؤوليه عليه بقى ان هو مش هيتعامل مع الواقع وبس، لا ده يغيره عن طريق ان هو يحل ويبقى مجدد. فدي متهيألي ده جرين لايت او ضوء اخضر، شفتها واضحه جدا، بس كان بيثبتها على كل الوزارات وليس على الوزارة الحالية أو هكذا فهمتها، إنما هذا لا يمنع إن معناه يا ناس إذا كنتوا أنتوا حاطين إيدكم في المية السخنة وعارفين ما يجب أن يكون، من فضلكم اعملوا ما يجب أن يكون. صح. وطبعا ده هي المية السخنة قوية وتقوي عظمنا يعني. هي دكتور مصلحي، يقال أحد المميزات العظيمة في هذا المؤتمر إن سيادة الرئيس كان من الوضوح والمصداقية للمجتمع في أدق القضايا بحيث ما حدش مننا يقدر يقول لا أصل صح. يعني هو يقول لي بس هو المثل بيقول حط إيدك في الماء السخنة ولا الساقعة؟ المثل بيقول لك لو أنت يعني اللي إيده في الماء السخنة غير اللي إيده في الماء الساقعة. طيب أنت بقى إيدك فين يا ريس؟ أنا إيدي في الماء لدرجة حرارتها اتقربت على الغليان. لا بس الحمد لله عندنا جوانتيات
وموانع لل لا انا عارف ان انت مقص جيد بالحراره. انت بتقولها رساله واضحه جدا تمام وفيها الزام على كل مسؤول ان يفعل ما يجب ان يكون ولا يتردد في فعله. صحيح.